السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في درس الأسبوع 30 من دروس مادة التربية الإسلامية السنة الثالثة من التعليم الابتدائي، باب الاستجابة. أذكر الله، أدعو الله في صلاتي. أهداف الدرس: وظف مكتسباتي حول الصلاة لحل وضعية تقويمية. أدعو الله في صلاتي. الحصة الأولى: أقرأ الوضعية وأتعرف المطلوبة. طلب مني صديقي الضيوف أن أعلمه كيف يدعو الله في صلاته وكيف يحافظ عليها في وقتها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد ثم قال في آخره: ثم يتخير من المسألة ما يشاء. وحيث في الصورة: طفلة تدعو ربها في سجودها. الحصة الثانية: أنجز المطلوب. إذن التعليمات باعتماد الحديثين والصورة: أولا، أذكر صديقي بالفرائض والشروط التي تجعل صلاته صحيحة. ثانيا، أذكره بالفرق بين ألفاظ الأذان والإقامة. وثالثا، أذكر له أدعية تعلمتها ليحفظها ويدعو بها في صلاته. إذن ننجز المطلوب: أولا، أذكر صديقي بالفرائض والشروط التي تجعل صلاته صحيحة. إذن لدينا من شروط الصلاة: الإسلام والطهارة واستقبال القبلة وستر العورة والبلوغ والعقل ودخول وقت الصلاة. ومن فرائض الصلاة: فرائض الصلاة هي تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع والرفع منه، السجود والرفع منه، الطمأنينة والاعتدال في الصلاة، والجلوس من الجلسة الأخيرة بقدر السلام. ثانيا، أذكره بالفرق بين ألفاظ الأذان والإقامة. إذن ألفاظ الأذان هي: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وصيغة الإقامة هي: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. إذن نلاحظ الفرق. الفرق ما بين صيغة الأذان وصيغة الإقامة تختلفان أين؟ في شهادة أن لا إله إلا الله تقال مرتان في الأذان وتقال مرة واحدة في الإقامة، وشهادة أن محمد رسول الله تقال مرتين في الأذان وتقال مرة واحدة في الإقامة، وكذلك حي على الصلاة وحي على الفلاح تقال مرتان في الأذان وتقال مرة واحدة في الإقامة. وهناك عبارة تقال في الإقامة فقط، وهي: قد قامت الصلاة. أما التكبير والتهليل فهما متشابهان في صيغة الأذان وفي صيغة الإقامة. ثالثا، أذكر له أدعية تعلمتها ليحفظها ويدعو بها في صلاته.
إذن لدينا من أذكار وأدعية الركوع، مثلا نقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وأدعية الرفع من الركوع نقول اللهم ربنا ولك الحمد عندما نكون مأمومين. يقول أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، نحن نقول اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وأذكار وأدعية السجود، عندما أكون ساجدا أقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، ثم أقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. والدعاء بين السجدتين أقول رب اغفر لي رب اغفر لي. الدعاء آخر التشهد بعد السلام، قبل السلام عفوا قبل السلام، أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.